الصورة الأخرى. كابتن كريم سلمان رحمة الله على روحه. ألف رحمة على روحه. يعني الأب الروحي كان. أي طبعًا. كان إنسان قبل أن يكون مدرب. صراحة يعني خصوصًا هاللاعبين المحافظات دائمًا كامل. يعني يمكن حتى الأكل يجيب لنا أكل دائمًا. ممكن ما يمر أسبوع إذا ما يجيب لنا أكل، يسأل علينا إيش تأكلون، شو يشربون. يعني صراحة خسرناه، خسر نادي الكار، خسر العراق كله. نقول ألف رحمة على روحه إن شاء الله. كلاعبين محافظات شنو نظام جلوسكم ببغداد، إقامتكم، أكلكم؟ يعني مخلين شقق في المنصور بحيدر قريب على النادي. أي قريب على النادي، مأجرين للنادي. أي والأكل؟ الأكل يعني إحنا مرات نطبخ، مرات نجيب من برا. يعني الأكل عليكم النادي. أي خالي مسؤولية. طيب الصورة الأخرى.